القاعدة الثالثة لا دليل، لا دليل، لا بد أن تفرق بين الدليل والشبهة، لا بد أن تفرق بين الدليل والشبهة، أكثر ما نجد شبهات. وهناك مسائل لا يمكن إنكارها، لا يمكن إقامة الدليل عليها، مثلا في قضايا الإيمان، نأخذ في قضايا الغيبيات، إثبات الغيب سهل، أسهل من إنكاره، وقد يكفي فيه دليل واحد، لكن إنكار الغيب صعب وقد يكون مستحيلا. مثال ذلك، إذا سكنت في فندق وجنبك غرفة، الغرفة هذه بالنسبة لك ما فيها غيب، هل طبعا لا تستطيع بعقلك أن تعرف هل فيها أحد أو لا، لكن لو سمعت صوتا هذا دليل، إذا في أحد ولا ما في، يوجد بها أحد، هذا غيب ثبت لك، لكن هذا إثبات الغيب، عندك دليل تحس. لكن لو أردت أن تنكر وجود أحد في الغرفة أو تتأكد من عدم وجود أحد، ما هو الدليل؟ طبعا ما تقدر تكلم الاستقبال، ما تقدر تطلع تدق عليه الباب، ما ها وانت في الغرفة جالس، ما هو الدليل؟ لا يوجد دليل، لا يمكن، لأنك تقول ما سمعته، ما هو دليل، ليس دليلا، يمكن نائم، يمكن الجدار في عوازل، لا يمكن سماع الصوت، أليس كذلك؟ فالإنكار هنا صعب أو شبه مستحيل. مثلا في الإيمان بالملائكة، من يأتي يقول لا وجود للملائكة، ما هو دليلك؟ لا وجود اليوم آخر، ما هو دليلك؟ ما في دليل. هذا يسمونه في الاستدلال عدم العلم ليس علما بالعدم. هذه قاعدة لابد أن نطبق، خلي كل من يتكلم في الأمور يفهمها، هي قاعدة ليست شرعية، إذا قاعدة عقلية في الاستدلال، عدم علمك بالشيء ليس دليلا عن أنه غير موجود، عدم العلم ليس علما بالعدم. لا أعرف الحكمة من هذا، ليس معنى ذلك أنه ليس له حكمة. دائما الملاحدة يستدلون بالجهل، بعدم العلم. مثلا كان هناك في نظرية التطور ويقولون هناك أعضاء يسمونها أعضاء ضامرة لا فائدة منها، قال هذه تدل على تطور الإنسان، منها مثلا الزائدة الدودية، سموها زائدة، قال هذه ما منها فائدة في الإنسان، هذه لأنها كانت إنسان أصله حيوان مجتر وكذا، ثم لما تطور بقيت هذه ضمرت قليلا وما منها فائدة. لكن تبين أن الزائدة الدودية يعني مهمة جدا للجسم، فيها بكتيريا نافعة للجسم، فهي زي العقد الليمفاوية، نافعة جدا للجسم. عدم العلم ليس علما بالعدم، فلا دليل لإثبات لإنكار كثير من القضايا، إنما هناك شبهات. القاعدة هذه عند